وصباح الخيرات والبركات. اليوم جيتكم من مكان ثاني حتى نصور جلسة الخميس. تذكرون البحيرة والبط؟ ما في ذا مبين البط، لكن هو نايم هناك. ما في ذا مبين يومكم لولا بعدين يقعد. شكرا على كل التعليقات على الجلسة الأخيرة للبحر، وأنه حبيتوا الموسيقى. ممتنة لكم على التعليقات، فعلا قاعدة تفيدني إجاباتكم. وقلت هالمرة خلينا نجرب مكان هادئ. هذه البحيرة أحبها، لما أجي أريد يعني مثلا أخطط الموضوع معين أو أتأمل أو حابة أنه أحصل بعض الإجابات من خلال التأمل، فأجي لهذا المكان. مثل ما تلاحظون هنا، شوفوا مثلا هاي الصخور الموجودة أبعد هنا مثلا قدام البحيرة. البط طبعا غالبا يكون البط موجود. فحلو لما أنت تريد تتأمل، أنا أنصحك فعلا أنك تتأمل في مكان بالطبيعة، يعني تحتك بالطبيعة. مثلا في حديقة عامة، أو أنا ساكنة في أمريكا في كاليفورنيا إذا أحد يريد يسأل أو في شيء. فهيج مناظر طبيعية حقيقة هنا متوفرة هواية، فما أعرف حسب بلدكم أو جيت لك مكان مع الطبيعة للتأمل. ممكن حتى مو شرط إنك تروح على هيج أماكن، يعني يكفي إنه تروح مثلا على تقعد بالبالكونة، بالكونة بيتكم أو بالشباك، أو حتى تجلس مكان يعني في مكان ما وتحط لك نبتة أو ورد طبيعي جنبك وتقعد تتأمل، وممكن أيضا شموع. أوكي، جلستي اليوم طبعا كفو شوية أوجة، بس لأنه أوكي لأنه صاير مثل التل فما أوج زين، بس هو هذا الفيو حلو. أوكي، جلسة اليوم هي جلسة جذب شريك الحياة. هاي الجلسة يعني تنفع للمتزوجين وتنفع حتى لغير المتزوجين. شوية مناظر حلوة هنا. أوكي، تنفع للمتزوجين وغير المتزوجين. بالنسبة للعزابية الغير متزوجين، سواء يعني بنات أو شباب، جلسة اليوم تساعدكم على إيجاد الشريك المناسب. أوكي، سواء مثلا بعض البنات تقول اوكي انا احب واحد، يعني ممكن انه اطبق هذه الجلسه. نعم، وبعض الشباب ايضا يقول انا احب واحده، يعني ممكن انه اطبق هذه الجلسه. نعم، ممكن يطبقها او تطبقيها. الاهم في موضوع جذب شريك الحياه انك او انت تكونين كاتبه صفات شريك الحياه. انا يعني كل جلسه تقريبا اعيد هذا الحكي، لانه اكو هوايه اشخاص جدد يشاركون بهذه الجلسات، فاللي يعرف هذا الحكي ما يخالف، يلا اعاده افاده. ففي قانون جذب، القانون يعني مو قانون، لكن في جذب، موضوع جذب شريك الحياة مهم جدا وجدا وجدا انك او انت تكوني كاتبة صفات شريك الحياة اللي انت حابة تتزوجي. ما معقولة انه انت عايفتها هيجي. اوكي، لازم تكتبين الصفات الخارجية والصفات الداخلية. الصفات الخارجية مثلا تريدي اسمار، تريدي اشقر، تريدي طويل، سمين، الى اخره. عنده لحية، ما عنده لحية، كأنما قاعدة ترسمي. والصفات الداخلية إنه شخص محترم، شخص يقدرك، يحبك، يعني حنون، كريم، خلوق، إلى آخره، رومانسي. كل الصفات اللي أنت حابة كلها كتبيها كتبيها كتبيها، والأهم إنه تكون هذه الصفات موجودة بعد عندك. أوكي، لأنه في قانون الجذب الشبيهات تتجاذب. حلو، فخلونا نبدي الجلسة. وراح أشغلكم طبعا موسيقى. كل اللي تسووه أنه أنوي، تغمضون عيونكم، أنوي الآن استقبال طاقة الريكي الملائكي من نو كايزن والملائكة. هذه الجلسة راح تساعدكم، راح تملأ أول شيء بها تنظيف، طاقة تنظيف للهالة وطاقة تنظيف للشاكرات، وقطع الحبال الأثيرية اللي قاعدة تستنزف طاقتكم، وقطع الحبال اللي مسببتكم مؤيقات للزواج. طبعا بالنسبة للمتزوجات، آسف نسيت أذكر هذا الشيء، متزوجات راح تساعدكم على تحسين العلاقة الزوجية. حلو، إضافة إلى طاقة التنظيف وقطع الحبال والمعيقات وإلى آخره، راح تملأ هالتكم والتشاكرات بذبذبات الحب. فلهذا أني أنصح أنه تسمعوها لمدة أسبوع، يعني من هنا لحد الجلسة القادمة. وإذا حابين تسمعون الجلسات السابقة أيضا ممكن، هي بها بعد يعني نفس الجلسات نفس الطاقة. عندي سابقا حقيقة هواي جلسات حلوة، جلسات تأمل اللي صعدنا بها على العصفور والطقنة، هذه كلش أحبها.
أو تأمل الاستخاء بالغابة السحرية أيضا كلش حلو، يعني الجلسات السابقة كلش راح تفيدكم في الاستخاء. أوكي، فالجلسة طبعا أيضا بمساعدة الله سبحانه وتعالى، لأنه إحنا نستمد طاقتنا ونورنا من الله سبحانه وتعالى اللي هو مصدر كل الطاقات، والملائكة راح تساعدنا بهذا الشيء. اللي راح يساعدون هم ملائكة الحب، وهم مجموعة كبيرة يطلق عليهم ملائكة الحب، تساعد البشر في أي موضوع يخص العلاقات، سواء علاقتنا مع الشريك، علاقتنا مع الأم، مع الأب، مع الأخوان، الزملاء العمل، الجيران، علاقات بصورة عامة. أوكي، وتساعدنا أيضا لإرشادنا للخطوات اللي إحنا محتاجين نشتغل بها على نفسنا مثلا، حتى إحنا نحب نفسنا والآخرين يحبونا. أيضا راح يساعدنا ملاك رافائيل، لأنه يساعد في إيجاد الشريك المناسب، والملاك الرئيسي شموائيل. أوكي، إذا كان موضوع الملائكة ما يناسبك، رجاء أرجع لي حلقات اليوتيوب السابقة إليها تكلمت عن الملائكة، وإذا بقى بعد نفس الشيء الموضوع ما يناسبك فأطلع من قناتي وفضت راحة. أوكي، يلا خلونا نبتدي. طول تعليقكم، اجلس مكان بعيد عن مقاطعات، إضاءة خافتة، أمض عيونك، وأثناء الجلسة ممكن أنك تركز على يعني السيناريو اللي حاب، مثلا ركز على سيناريو يعني انت التقيتي بشريك الحياة وجا خطبك وبعدين تزوجتوا وبقية التفاصيل. اوكي، وممكن تطلبون ما شئتم، يعني هاي الطاقة الحلوة في هذه الجلسة هي ايضا طاقة تجلي لجذب شريكة حياة. ورجاء خلي تكون نيتنا واحدة، نية الزواج السعيد. اوكي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. استشعر أن هناك تيار من الطاقة يتدفق إلى جسدك، والملائكة تحيطك. اللهم بارك في لمتنا، اللهم بارك في جمعتنا، اللهم حقق نوايانا، نية الزواج السعيد. ممكن تقول إني أنوي الآن استقبال طاقة ريكي من نور كايزن والملائكة. ممكن أيضا تقول أطلب حضور ومساعدة آلاف آلاف من ملائكة الحب حولي الآن ومساعدتي لتحسين العلاقات مثلا أو جذب شريك الحياة. راح أسكت الآن لإرسال الطاقة.
خذ نفس عميق شهيق زفير، افتح عيونك. شكرا 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 لكل الحضر هذه الجلسة، كانت وياكم نور كايزن، ممتنة 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 لكم. ما تتخيلون والله، ما تتخيلون فرحتي أنا كل أسبوع ألتقيكم وأبدي أتحضر الجلسة حتى فقط هذا اللقاء الحلو للدقائق يستمر. ممتنة لمشاركتكم، ممتنة لتعليقاتكم الحلوة، ممتنة لكل اللايكات اللي قاعدين تسووها. رجاء حتى تستمر طاقة الأخذ والعطاء، مهم جدا أنك يعني التبادل الطاقي بيناتنا، أنك تشارك هذه الجلسة مع أحبابك أو أصدقائك حتى تستفاد فعلا من الطاقة. إذا كان صعب عليك أنك تشارك الجلسة، فيكفي أنك تدخل على حساباتي اللي هي تحت هذا الفيديو، تسوي لي فلو لحساب الإنستغرام أو صفحة الفيسبوك، راح تكون كل حساباتي تحت هذا الفيديو، وكتبوا لي فعلا تعليقات إذا استفادتوا من هاي الجلسة. وأحبكم أحبكم 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 كل شهوية. شكرا شكرا شكرا، وألتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.